الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداية القرآن واسعة في مجال العلاقات الإنسانية مع الناس على مختلف مستوياتهم، ابتداء من أقرب الناس إليك أيها الإنسان، ومرورا بذوي الأرحام، وانتهاء بسائر أصناف الخلق، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. لعل مما نحتاج إلى تأمله في هداية القرآن علاقة المسلم مع ذوي أرحامه. يقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انظر، هناك في الحقيقة رابط قوي بين الشرك والإعراض عن هدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين قطيعة الأرحام، كما أن هناك رابطا قويا بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلة الأرحام. صلة الأرحام أيها الإخوة عبادة عظيمة وقربة من القرابات إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى بذوي الأرحام وسماهم في آيات أخرى ذوي القربى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أوصى بالوالدين وأتبع الوصية بالوالدين بذوي القربى. ذوي القربى أيها الإخوة، صلة الرحم لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. من وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى، ومن قطع رحمه قطعه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أقول لكم، لقد أصبحنا في زمن انتشر فيه قطيعة الرحم من أناس ربما كانوا يصلون في المسجد، وربما كانوا في الصف الأول، ربما كانوا يصومون النوافل ليس فقط رمضان، من أناس ربما يحسنون إلى الأباعد لكنهم لا يحسنون إلى الأقارب، مع العلم أن الإحسان إلى القريب صدقة وصلة، والإحسان إلى البعيد مجرد صدقة، لكن قلة فقههم وقلة فهمهم يؤدي بهم إلى الوقوع في أمرين. أما الأمر الأول فهو أنهم لا يدركون الخطر الذي يقعون فيه والذنب الذي يتحملونه بسبب قطيعة الرحم. والأمر الثاني أنهم أيضاً لا يدركون الخير أو أثر الخير الذي يمكن أن يفوتهم عندما
يقصرون في حق أرحامهم، وهذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. هناك إخوة ربما لا يتزاورون ولا يرى بعضهم بعضا، هناك آباء وأبناء يتقاطعون، هناك أمهات وبنات يتقاطعون، هناك أقارب من عمومة وأخوال وغير ذلك، نجد القطيعة بينهم أحيانا. لماذا؟ لأن فلانا أساء إلي، لأن فلانا قصر في حقي، لأن فلانا تجاهلني في يوم من الأيام، وحينئذ فأنا أتعامل معه بمثل هذا التعامل، والمعاملة بالمثل عدالة كما يزعمون، وإن كان ذلك من الجهل. أيها الإخوة، إن المعاملة بالمثل إنما تكون في حق الأباعد، أما الأقارب فإن صلتهم عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فكلما أكثرت من الإحسان إليهم كان الأجر أكثر، وكلما أساءوا إليك وأنت تحسن إليهم كان الأجر أيضاً أكثر بكثير. فليس لك عذر أيها المسلم أن تعامل أحد أقاربك، أحد أرحامك معاملة سيئة لأنه قد أساء إليك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن ليس الواصل بالمكافئ، ما معناه؟ معناه أن الذي يصل الرحم ليس هو الذي يكافئ أقاربه، فإن وصلوه وصلهم، وإن قطعوه قطعهم. وهذا هو حال كثير من الناس. كثير من الناس اليوم تقول له: لماذا لا تذهب إلى عمك أو ابن عمك أو أخيك أو نحو ذلك من الأقارب؟ فيقول: أنا أذهب إلى عمي فلان. لماذا عمك فلان دون عمك فلان؟ لأن عمي وأولاده وأبناؤه وبناته هم الذين يزوروننا فنحن نزورهم، أما عمنا الآخر فهو لا يستحق ذلك. أقول: هذه ليست صلة، هذه مكافأة، زيارة بزيارة، وعطاء بعطاء، واتصال باتصال، وسلام مقابل سلام. هذه إنما تكون مع الأجانب، بل حتى مع الأجانب إذا كان الله عز وجل قد قال: ادفع بالتي هي أحسن، فكيف بأرحامك؟ إذن ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه أو قطعت رحمه إيش؟ وصلها. فمعنى ذلك عندما يكون هناك من يقطع رحمه، فيكون هناك من الطرف الآخر من يتواصل معه. أيها الإخوة، صلة الأرحام بابها واسع جدا، فمن كان ذا مال فليجد به على من كان محتاجا من ذوي أرحامه، وهي صدقة وصلة، صدقة له عند الله عز وجل، وصلة رحم أيضا. ومن كان قادرا على الزيارة فليزر، ومن كان قادرا على الاتصال والمكالمة فليتصل وليتكلم، ومن كان قادرا على المراسلة فليراسل، وبابها واسع جدا. وعليك أخي المسلم أن تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وأقول لك علامة ذلك، ما هي علامة إن كنت تبتغي بذلك وجه الله أم لا؟ علامة ذلك إن كنت تعامله بالمثل،
فتقطعه عندما يقطعك وتقطعه عندما يسيء إليك فهذا ليس لوجه الله، لكن عندما تواصل الطاعة وتواصل الصلة في كل الأحوال، سواء أحسن إليك أم أساء إليك، سواء شكرك أم لم يشكرك، حينئذ تكون قد أديت ما عليك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك ويجعله في موازين حسناتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي القرآن في كل أمور الحياة، وأن يجعلنا ممن يصل الأرحام في كل الأحوال، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.